غيث من الآيات يجمع حوله دنيا فتزهر رحمة ورقيا. هذا كتاب الله أنزله هدى قد فصلت آياته عربيا. ذكر من الرحمن قد أوحى به. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الحسد واحد من الأمراض النفسية التي تمنع استجابة الدعاء وتصيب صاحبها بالهم وعدم الراحة. الحسد هو آفة أخلاقية أول مراتبها تمني زوال النعمة على الآخر، أي أن نفس الحاسد تحدثه بتمني زوال النعمة على الآخر، ثم تتطور هذه الحالة من مجرد شعور وتمني قلبي إلى سلوك عدواني يستهدف المحسود بالقول أو بالفعل. فإذا خرج الأمر عن دائرة القلب ووصل إلى دائرة الفعل، حينئذ تخرج الأمور عن السيطرة. هناك فرق بين تمني ما عند الغير وبين تمني زوال ما عند الغير، فالأول غبطة محمودة والآخر حسد مذموم. الإنسان عندما يرى غيره في حال أحسن من حاله، ما المانع أن تحدثه نفسه بتمني ما عند غيره، فيقول: عسى ربي يعطيني كما أعطاه، عسى ربي أن يزيدني من فضله. كل إنسان يتمنى يكون حاله أفضل وأفضل. صاحب الحسد يقضي حياته بالهم والحسرات، بينما صاحب الغبطة يتمنى الخير للآخرين ويتمناه لنفسه كذلك، فيولد ذلك شعورا بالراحة والطمأنينة. الحسد يورث الحقد والضغينة في نفس صاحبه، أما الغبطة تعزز حب الخير للناس وتعزز الثقة بالله وتزرع في صاحبها الطموح وتدفعه للعمل حتى يكون له ما لغيره. لكن هذا الطموح والسعي مشروط بالصلاح والطرق الشرعية، لا بالطرق المشبوهة والمحاذير الشرعية. يعني ما يصير أرتكب ذنب أعظم في سبيل الحصول على ما عند الغير. الموضوع يتحول من غبطة إلى غش وخداع وسرقة واختلاس، فالغاية لا تبرر الوسيلة. لكن السؤال الآن: لماذا نحسد الآخرين؟ إذا كان المعطي هو الله، الرازق هو الله، المتصرف هو الله، المدبر هو الله، الحكيم هو الله، المنعم هو الله، فكيف يتجرأ الحاسد على تمني زوال نعم الله عن عباد الله؟ يا أخي، اللي أعطاك أو أعطى غيرك قادر بأن يعطيك ويعطيك الأكثر. بعض الناس يقول بأن فلان من الناس، هذا الإنسان الغني أصلاً ما وصل إلى الغنى إلا بالخداع وإلا بالغش وإلا بالطرق المشبوهة. طيب، فليصل بالطرق المشبوهة. هل أنت تكليفك أن تحسد الناس؟ هل وظيفتك أن تحسد الناس؟ وهل من العقل أن يتمنى الإنسان الخبائث ويسعى لها؟ بالعكس، المفروض الإنسان يشكر ربه على أن هذا القليل الذي عنده هو طاهر ونظيف من الشبهات والحرام، فقليل طاهر خير من كثير ملوث ومشبوه. ثم أن الحسد ليس مخصوصا في الجانب المادي فقط، الحسد قد يكون في العافية،
الحسد قد يكون في السلامة، الحسد يكون في الثقافة، في العلم، في المكانة الاجتماعية، أن يرى هذا أكثر منه ثقافة، أو يرى ذاك أكثر منه علما، أو أكثر منه وجاهة. بمعنى آخر نستطيع أن نقول الحاسد عين على الناس في كل شيء. لذلك يشير الإمام علي عليه السلام لهذا المعنى فيقول: الحاسد مغتاظ ممن لا ذنب له. حتى هذا الإنسان اللي ما عليه ذنب ولا يرتكب ذنب البريء يحسده. هذا يثبت بأن الحسد فعلا حالة مرضية خطيرة. فلا يحسد الناس إلا المريض والناقص، فيسد نقصه بحسد الآخرين. بالفعل الحسد شعور بالنقص، إذا شعر الإنسان بالنقص حاول أن يسد نقصه بالحسد. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يحكى أن رجلا من العرب دخل على المعتصم، قربه منه وأدناه، وجعله نديمه وأمينه على حريمه. كان له أمير حاسد، هذا الأمير عفوا كان له وزير حاسد. هذا الوزير غار من الرجل وحسده، قال في نفسه: يجب أن أجد حيلة أحتال بها على هذا الأعرابي وأتخلص منه، لأحظى بنفس منزلته ووثاقته عند الأمير. صار يتلطف مع الأعرابي، فدعاه لبيته وأكرمه ونفذ الخطة ليبعده عن الأمير. في النهاية أجرى ذلك الأمير لذلك الرجل وأخلع عليه خلعة كبيرة وعينه بمرتبة وزير. فقال المعتصم: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. إذن كيف يقبل الحاسد على نفسه أن يتعوذ الناس منه كما يتعوذون من إبليس؟ كيف يرجو الحاسد من الله أن يستجيب له دعاء بينما وضع بينه وبين ربه حجاب الحسد؟ يقول العرفاء: هناك أفعال من الرذائل تحجب النفس عن الاستضاء بأنوار الحق، وتحجب العبد عن الارتقاء للكمالات، وتحجب الدعاء. وعبروا عن هذا بالحاءات السبع التي هي الحقد، الحسد، الحرص، والحدة، والحماقة، والحيلة، والحقارة. هذه الرذائل من الأفعال أشبه ما تكون بالضباب الذي يقع على النافذة الأمامية للسيارة، تحجب الرؤية عن السائق. إذا حجبت الرؤية، لما يصير ضباب على النافذة يجب أن هذا السائق يحرك الماسحة، حين ذلك يمكن أن تتضح الرؤية له. هكذا الروح أعزائي، إذا ما لوثتها الرذائل حجبتها عن الرؤية واحتاجت لماسحة للفضائل. فأكثروا أحبتي من الأذكار والمعوذات لتصدوا هجمات العين والحسد. إذا تقابلتم أو تزاورتم فليقل أحدكم عند دخوله إلى بيت صديقه وأهله: ما شاء الله، تبارك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإن العين حق. أما أنت الذي يقع عليك الحسد، اصبر على كيد الحسود، فإن صبرك قاتلة، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. في أمان الله. ويف من الآيات يجمع حوله، دنيا فتزهر رحمة ورقيا. هذا كتاب الله أنزله هدى قد
قد فصلت آياته عربيا، ذكر من الرحمن قد أوحى به الروح الأمين لأحمد مرويا، يهدي بنور الله أقوم دربه، بحروفه يمشي الزمان سويا.